رح نتابع محطاتنا ومايا صارت موجودة معنا وحلقة جديدة من بيت بيوت. ميوش صباح الخير. صباح النور غدا. اليوم رح نحكي عن موضوع يعني مثل ما بنقول كل شيء مرتبط بحياتنا وبجسمنا وبنفسيتنا، كل الاشياء مترابطه بالنهايه لحتى واحد يكون شخص كامل، يعني اذا فينا نقول كائن بشري كامل. اليوم رح تحكي عن موضوع كثير مهم يمكن اوقات بيغيب عن اذهان بعض الاشخاص او ما بيعرفوا يربطون ببعضهم، الاضطرابات الجسدية النفسية. بالضبط بالضبط، هيدا أفضل تسمية يعني فينا نحكي عنها وقتا بنحكي عن شيء بنسميه باللغة الإنجليزية somatoform disorders، يلي هن الاضطرابات يلي بيكون عندك أعراض جسدية، وأعراض جسدية واضحة، وإجمالا بيتم شرح هيدا الأعراض الجسدية بأشياء طبية بيولوجية، يعني بيتم شرحها مثلا خلينا ناخد أمثلة، مثلا إذا عنا أي أعراض أشياء غاسترو انتستينال يعني أشياء بالجهاز الهضمي أو بالمعدة، أكيد أول ستيبس بنعملهم هن فحوصات طبية. صحيح، أكيد أول شيء بنعمل فحوصات طبية عن طبيب، بيطلب نادور، بيطلب أشياء. من بعد مثلا ما نكمل كل الملف تبع الفحوصات الطبية، وإذا ما بيطلع في شيء أبدا 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 عم بيفسر هالأوجاع بالمعدة أو هالرفلو أو أوقات يعني أشياء تانية مثل أوقات لدرجة أنه يصير في حالات تقيؤ أو حالات لعيان نفس، وهون منبلش نفكر أنه هالأمور فإذن هي عم نفسرها من خلال الستريس، من خلال مشاكل نفسية قاطع فيها الإنسان خاصة. وبشكل خاص يعني كتير بدي شدد على قصة أنه بدنا نعمل الفحوصات الطبية، وبس منشوف أنه الفحوصات سلبية ساعتها منفكر نشخص أمور تانية. بس أنا بدي ألفت النظر أنه بالإجمال إذا عم نحكي عن somatization، يعني إذا عم نحكي عن اضطراب بتظهر فيه أعراض جسدية حادة وعددها ما بيقل عن 4-5، يعني مثلا أوجاع هي بدها تكون تقريبا عددها 4 أوجاع مش أقل من 4 أوجاع، يعني مثلا أوجاع بالرأس، أوجاع بالظهر، أوجاع بالمعدة، أوجاع بالمفاصل، في أوجاع شاملة. وهيدي الأوجاع مثل ما قلنا عملنا الفحوصات الطبية وهي سلبية، بده يكون هالموضوع إجمالا ابتدى أو بلش قبل عمر 30 سنة. يعني ما منشخص فعلا سوماتيزيشن، ما منستعمل هيدي العبارة قبل ما يكون عند شخص مثلا فجأة على عمر 60 بلش يصير عنده أوجاع وما منقدر نفسرها بنطاق بيولوجي طبي. بده يكون عنده أكثر، يعني مثل بده يكون عنده أنتستيدون، يعني بده يكون عنده سوابي بلشت قبل عمر 30 سنة تنقدر نشخص. بس الملفت أنه بالمشاكل الجسدية النفسية في عنا عيلة من المشاكل الجسدية النفسية، يعني عنا عدة أنواع. هلا أنا بلشت أحكي عن النوع يلي أكثر شيء بعتبره سيفير أو النوع يلي أكثر شيء حاد بيبقى، وهيدا النوع يعني أوريزمان إنه ما منصادفه بكثرة، في أنواع تانية منصادفها بكثرة أكثر. بس قبل ما بلش أحكي عن الأنواع غيدة كثير بهمنا إنه نشرح للمشاهدين الأسباب بالنسبة لهيدي المشاكل. هيدي المشاكل يلي بحب كمان أقول للمشاهدين بيعرفوها المشاهدين أوقات بعبارة psychosomatic أو psychosomatic، يعني بس يكون في مثلا أوجاع رقبة خاصة، كورتيكولي، أشياء من هالنوع، ونستنتج أنه الأسباب هي نفسية. صحيح. ما في أسباب مباشرة، يعني نحن ما بنقدر وقتا بنحكي عن أسباب نقول سبب نتيجة، هيدا السبب سبب هيدا النتيجة، وإنما في تراكمات مثل ما قلتي، بنرجع لأمور معينة عايشها الإنسان وبنشوف إنه في أسباب هي كناية عن تراكمات ومبلشة من قبل، وهي مثل منلاحظها أكثر تريجرينج، يعني منلاحظها أكثر بتقلع كرايز وجع أو بتقلع، هي يلي بتشكل بداية ل أسبوع مثلا من الوجع. والإنسان بيطلع بيقول طيب أنا إلى جمعة موجوع، هلأ إلى جمعة ماشي حالي، شو القصة؟ ليه انوجعت؟ ليه؟ منربطها ببعضها ومنستنتج أنه في أسباب نفسية. هلأ العوامل المساهمة خلينا نسميها أكثر من عبارة أسباب. بس هون نرجع لقصة الشخص، قصة الإنسان كله. يعني أول شيء هالأشخاص بيكونوا هن منسميهم باللغة الفرنسية أنغواسي أكثر من غيرهم، يعني بيكونوا هن مهيئين للقلق وللزعل وللمخاوف أكثر من غيرهم إجمالا. وقتها بتطلعي على الماضي تبعهم وخاصة بدايات تحملهم للمسؤولية، لأنه إجمالا بتعرفي بأعمار المراهقة بسنوات الطفولة ما بيكون فيها المسؤولية. بس بتطلعي، أنا بتطلع دايما ل نقطة الفصل عندي يلي الشخص بلش يتحمل فيها مسؤوليات بالحياة. يعني بلش يشتغل، بلش يتجوز،
عنده اولاد، صار في مسؤوليات ضاغطه بالحياه، وهون اوقات بعض الاشخاص ببينوا عندهم هالاضطرابات ببدايه تحمل المسؤوليات بالحياه، وخاصه اذا كان طريقهم صعب، يعني خاصه اذا اضطروا يتدينوا لحتى يفتحوا شغل معين، خاصه اذا ارتباطهم بالشخص اللي ارتبطوا فيه ما كان على قد امالهم، بتصيري اكثر تشوفي هالاعراض وهالاضطرابات عندهم، لانه بالفعل ستريس بيزيد بيكون بحياتهم. هو ستريس اذا بدنا نترجمه هو كنايه عن عدم تاقلم مع ظروف حياتي الحالية. ظروف حياتي الحالية هيك كب علي حمل كتير قوي، وأنا ما عم بقدر أتحمل هذا الحمل وما عم بقدر أتحكم فيه. ومعظم الأشخاص بيقولوا أنه أنا قادر أو أنا قادرة، يعني ولو هول شو بدهم، أنا قادرة أشتغل من الصبح للساعة 9 بالليل، وأنا قادرة بنفس الوقت ربي أولادي، الرجل نفس الشيء، معلي لو في مشاكل شوي أنا وزوجتي، بس أنا قادر حافظ على عملي. بس بتطلع من بعيد سيناريو ببين أنه السيتواسيون او الظرف يلي هن عايشين فيه كثير قوي كثير ثقيل، وهن قادرين بس بصعوبه قادرين، يعني عم يستثمروا طاقتهم الجسديه كثير، عم يستثمروا طاقتهم النفسيه كثير، من هون صاروا قادرين. صحيح. تنرجع نوضح لهلا انا عم بشرحه منه السبب. السبب هو اسباب جينيه، هو اسباب علوم التحليل النفسي بتربطها بالطفوله، هلا اذا كان عندنا وقت نرجع نفسر عنها، بس اللي انا هلا شرحته هن عوامل عم بتهيئ اكثر انه الاكسبريشن انه هل ديس اوردر يبين اكثر باعراض جسديه معينه. نعم. مشان هيك مثلا كثير اشخاص عندهم اوجاع، خاصة أوجاع المفاصل، أوجاع الظهر، أوجاع الرقبة، أوجاع الرأس، الميجران كتير أوقات بتعرفي بيروحوا أوقات عند أطباء ما بيلاقوا شيء، الأطباء بيصروا بيقولوا لهم بدك تغير اللايف ستايل تبعك، بدك تغير حياتك. صحيح. ببلشوا يتطرقوا معهم لأشياء بحياتهم إلها علاقة باللايف ستايل، مثل قد ايه لك مش مسافر، قد ايه لك مش اخذ فرصه، كيف ستيل حياتك، قد ايه بتشتغلي كم ساعه بالنهار، الى اخره. هيدا بيجي بنطاق ستريس مانجمنت، لانه مع هالاشخاص بالذات نحن مطلوب منا انه نعمل ستريس مانجمنت، ومن المؤكد انه هالساينز او هالاعراض لكل شيء سوماتوفورم ديس اوردرز رح تخف شوي شوي. صحيح. اذا تعاون الشخص معنا اكيد. مشان هيك كثير مهم نربط الامور ببعضها. مثلا من الامور يلي كثير منصادفها وبشكل خاص منصادفها عند المساعدات المنزليات، المساعدات بالمنزل اللي بيجوا من بلدان غريبه، كثير منصادف عندهم اعراض هي اعراض الاضطراب الهستيري، يلي هي انه هالاشخاص يعني بنصادفها عند غير اشخاص، بس انا عم بعطي امثله من الحياه اليوميه. صحيح. انه هالمساعدات المنزليات كثير بنصادف عندهم الاعراض الهستيريه، يلي هي انه بصير عندهم اوجاع ما لها اي تفسير طبي، واكثر من الاوجاع اوقات في كثير مساعدات بصير عندهم هيك اعراض، وقتها بتشوفيها اول شيء منعجل حتى نعمل MRI لانه بنعتبر انه في شيء نورولوجي، مثل مثلا بيمرقوا بساعات معينه او باوقات دقائق مش ضروري ساعات معينه، بيفقدوا البصر، بيصيروا ما بقى بيقشعوا، بتشوفي انه هن فعلا عم يشتكوا من هالشيء وعم يبكوا وعم بيقولوا انا مثلا فقدت البصر، وانما ما في اي اسباب طبيه وبيرجع البصر لوحده. وبدي اشدد على شغله ما عم بيمثلوا، يعني هون بدنا نشدد انه منه تمثيل، للاسف بعض الاشخاص بياخذوها انه تمثيل، اوقات بيعنفوهم كلاميا او جسديا، هيدا مش تمثيل، هيدا اضطراب هستيري، يعني بالفعل هالشخص هو ما قدر بقى يقشع بعيونه لفتره محدده، بعض الاشخاص بيفقدوا السمع، بعض الاشخاص بيفقدوا الاكيليبر، يعني بيصيروا يدوخوا، يقعوا بالارض، يقشعوا ابيض، يصير عندهم حالات فرتيج كثير قويه، دوخه كثير قويه، كمان بنعمل MRI بناخذهم عن طبيب، ما في اي اسباب بتكون نورولوجيه دماغيه. نعم. من هون بنأكد انه الاسباب هي بتكون اسباب نفسيه بمعظم الاحيان، الضغط يلي ما قادرين يتحملوه بالبلد اللي عم يشتغلوا فيه، مثلا بتبقى جايه هالاعراض من بعد بيريود معينه، فتره معينه صار فيها فرستريشن، صار فيها حرمان من حاجات معينه اساسيه، صار فيها احباط والى اخره. فاذا بدنا ننتبه انه نميز بين شخص عم بيمثل
هذا صار غير ديس اوردر موجود بعالم النفس بطب النفس، وانما هالاشخاص ما بيكونوا عم بيمثلوا. حتى من الاشخاص الثانيين اخذنا مثل عن المساعدات بالمنزل، وانما اشخاص مش ضروري يكونوا مساعدات اجوا من بلد غريب، كمان ممكن نشهد عندهم الشخصيه الهستيريه يلي اوقات كمان بتشوفي اعراض للاضطراب الهستيري معها، والاعراض يلي هلا انا حكيت عنها. مشان هيك بنساعد هول الاشخاص بعلاج ادراكي وسلوكي الى جانب ادويه كثير من الاوقات، وانما العلاج الادراكي والسلوكي بشو بفيدنا؟ بفيدنا انه نصور لهم الصوره مثل ما هي بالفعل ونخفف من وطئه عليهم. يعني اذا هن اعتقدوا انه هالمشكل بحياتهم هو مشكل كثير هن مكبرينه وحياتهم على المحك وانتزعت حياتهم كلها لانه زوجها انفصل عنها مثلا، رح ناخذ سيده، رح ناخذ سيده عندها هالاضطراب الهستيري يلي هو زادت وطئته وزادت اعراضه لما زوجها هو اللي اخذ المبادره وتركها وانفصل عنها. هون بنرافق هيدي السيده لحتى تشوف انه منا نهايه العالم، وين هي باي نقاط بحياتها قادره ترجع تعمر حياتها عن جديد، كيف هي قادرة بعد تشتغل، قادرة تحافظ على مظهرها، قادرة تكون افيكاس او نافعة بالمجتمع، كيف هي عندها فرص تتعرف على رجل اخر. نعم. الى اخره الى اخره. ومنشدد على نقطة كتير اساسية انه هول الاشخاص اجمالا عندهم شيء بنسميه باللغة الفرنسية هلا بترجمه اللي هي سوجستيبيليتي. يعني شو هي؟ يعني بقول لك شيء تتأثر بسرعة وبتصدقيني. يعني أنت بتكوني جاية كتير إيش على حالك حلوة اليوم وإيش على أنه شعرك حلو وميك أبك حلو ورائعة، فمجرد أنه أنا أجي أقول لك أنه يا شعراتك مش حلوين أبدا، بعدين ليش مبين هيك وجهك، كلمة مني بتأدي لحتى هالشخص يلي مقبيلة ينهار. مش يبلش يفكر أنه بس لفوت ضبط شوي شعري ينهار، يعني يصير عنده مشاعر كآبة لانه صدق الشيء اللي انا عم اقوله ويصير يربط الاشياء ببعضها. مشان هيك عند هول الاشخاص كمان شغله كثير مهم نشتغل عليها هي الثقه بنفسهم. لانه ما عندهم ثقه بنفسهم. مزبوط. ونعلمهم يستمدوا الثقه بنفسهم من حالهم من انفسهم، مش من التانيين اللي بده يكونوا كل وقت مرايه لإلي، اذا هالمرايه فرجتني صوره حلوه انا كثير مبسوطه، اذا ما فرجتني صوره حلوه انا مكتئبه. عم بحكي بصيغه المؤنث لانه هالاعراض الهستيريه اكثر شيء بنصادفها عند النساء اكثر من انه عند الرجال. عند الرجال شو بنصادف اكثر؟ عند الرجال اللي بشكل خاص بيبقى عندهم كثير حس المسؤوليه. كثير يعني للماكسيموم بيكونوا حاملين همهم وهم عائلتهم وهم كيف بدهم يحضروا بعد 100 سنه، وهم منصادف عندهم كثير الاوجاع الثانيه اللي حكيت عنها بالبدايه كمان، اوجاع الظهر، اوجاع المفاصل، اوجاع بس بدي ركز على شغله انه بايامنا ومعظم الاحيان ما بقدر انا اقول انه ليه عم اقول بايامنا، لانه بايامنا ستريس زاد اكيد، يعني ما بقى عم نعيش ستريس مثل اللي كانوا يعيشون 30 و40 سنه، اختلف الوضع، كانت حياتهم اسهل نوعا ما. ما بقى فينا احكي عن سوماتوفورم ديس اوردر يعني اضطراب جسدي نفسي حصريا بدون ما احكي بالفعل عن اوجاع اوقات ناتجه عن امور لها علاقه بالمفاصل. نعم. ولها علاقه بالظهر ولها علاقه بالرقبه. يعني صار في مثل ربط بين هالمفهومين. صحيح. بس بكل الاحوال انا بحب نحكي بس سريعا غيدا عن البريفنشن. نحن شيل الشخصيه الهستيريه على جنب والاضطراب الهستيري على جنب، هون ما فينا نعمل بريفنشن. صحيح. بس الاول موضوع انا بلشت فيه كيف بدنا نتوقع تما نوصل لهيك امور. اول شيء اذا اي شخص بحس حاله انه هو عم بفوت بالسيركل تبع العمل وبدائره العمل حصريا، هيك صارت حياته دائره عمل. يعني صار عم يشتغل اكثر بكثير مما هو عنده لحظات وساعات وايام لذه مع اولاده ومع عائلته. صحيح. هون الخطر، او لحاله مش ضروري مع اولاده ومع عائلته، لانه كثير اشخاص عم يحضرونا كمان منهم مرتبطين. صحيح. وهون بيشوفوا هن انه يمكن هن عم بيقضوا ساعات بالعمل كثير صارت عن جد وطئتها عليهم كثير ثقيله، بدنا ننتبه لانه هيك بتبلش الامور. بتبلش الامور انه الانسان ما بيقعد يهتم بحاله، بصير اللايف ستايل تبعه لايف ستايل كله ستريس، بيصير يتباخل على حاله مش بالمعنى المادي، يتباخل على حاله بالاشياء اللي هو لازم يعملها تيرتاح وما بيعملها لان بيعتقد انه ما عليه مرتاح وبيقدر يكفي. هيدا بتكون البدايه، هي بتكون بدايه الوقايه كثير مهم. صحيح. حتى هالاشخاص
هن اشخاص ما بيكتفوا انه يشوفوا حالهم عم يتقدموا بالحياه، بيكونوا كثير عم يتقدموا ووصلوا لمناصب كثير مهمه وعم يتقدموا بشكل تدريجي، وبتشوفيهم انه بدهم فجاه يطلعوا يكونوا هون يصيروا هون، ما بيطولوا بالهم على التقدم اذا صح التعبير، مشان هيك بيعيشوا احباط اكبر، واحباط هن بيقشعوا بحجم اكثر مما هو بالحقيقه. يعني الفراستريشن بالحقيقه بتكون انه هن مامنين كثير اشياء، منصبهم كثير منيح، كل الناس بتحترمهم الى اخره، بس صار عندهم مشكله بحياتهم، شغله كان على بالهم يحققوها ما قدروا يحققوها. بيعملوا امبليفيكاسيون، يعني بحجموها على انه هيدي يلي وقفت مهنتهم عليها. مثلا نفس الشيء العلاقه بين الرجل والامراه، خاصه هول الاشخاص اللي عم بحكي عنهم هم اشخاص كثير بحاجه انه نعملهم كاطفال. أي. يعني كثير بحاجه نهتم فيهم، كثير بحاجه يحسوا انه هن عندهم هالانفلوب من الامان، ولما للاسف بيرتبطوا بشريك او بشريكه بيشوفوا انه ما عم بيامنوا لهم هالشيء، اوقات كثير بتزيد اعراضهم. نعم. يعني بناخذ مثل السيده يلي زوجها مثلا بكرر لها بعض الامور يلي بتقلل لها ثقتها من نفسها، مثل انه نصحانه كثير، مثل انه ضعيفه كثير، صاير شكلك كثير كثير اختلف عن قبل، صاير شكلك كثير مش حلو الى اخره. هون رح تتاثر سلبا. صحيح. اكيد امراه عندها شخصيه الهستيريه رح تتاثر سلبا بشكل قوي. نعم. ورح تعمل ديبرشن، يمكن رح تعمل اسبوعين ثلاثه ابيزود هو فيه كآبه. فاذا دور الاشخاص المحيطين فينا كثير كثير مهم. وكلمه اخيره غيدة، برجع انا للوقايه من سنوات الطفوله دائما. بقول لهم لكل المشاهدين انه من سنوات الطفوله نحن نبلش نزرع الثقه بانفس اولادنا من هن صغار. صحيح. من هن عمرهم 3-4 سنين اذا مش قبل، نبلش بالاشياء اللي بيعملوها، نفسر لهم قد ايه هالاشياء حلوه، قد ايه نحن فخورين فيهم، قد ايه هن حلوين، قد ايه معلي اذا فشلت هون منه مشكل، بس انت عملت بالمقابل هيديك، معلي انا بساعدك نعمل افورت حتى كمان ننجح بهالشيء اللي انت فشلت فيه. هون بتبلش الوقايه. صحيح. كوني اكيده انه اذا هالوقايه بلشناها باعمار مبكره رح يكون عن جد جنبنا اولادنا لكثير من الاضطرابات النفسيه، بين الاضطرابات النفسيه الجسديه يلي حكيت عنها اليوم. اكيد مايا، دائما بالنهايه مثل ما قلتي كل شيء ببلش من الاول. أكيد. يركز على هالموضوع، يزرعه بنفوس الاولاد وبيتفادى مشاكل كثيره بالمستقبل. نحن بنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله مايا بحلقه جديده، رح نتابع محطاتنا بعد دقائق مع ضيوفنا وايضا مع الشيف حسين ورشه ملاح. خليكم معنا.